عسى مرحبا بكم الناس كل. اليوم جاكو فما رابريت توينسا معروفين على الاخر اليشال انترناسيونال، اما هما فرانسيس كي يروحوا للبلاد ولا باش يعملوا اغنيه لتونس يحاولوا وانهم يغنيوا بالتونسي. اي باش نسمعوا مع بعضنا كيفاش تخرج الفيرسيون بالضبط. يلا اعطيني خضره فوق للهضره خلي برك ربي سهل، ثم تراجي الافريقي كلبس في قصيلي طوال دي سهل يا صاحبي كفي غطوع شو من دي تبرك لحد رياضي. ايوه رازي رازي هو هبط لتونس شنو فما فما التراجي الافريقي الكلوب سهل صحيح تسميهم ونهز نعمل بيك دوره. فما زاد غالي مش اخر مره الاخرى قلنا اوموان غالي يحكي بالتونسي شرفنا البر وي مش كيما الاخر اللي عديناه بابا قال لي يضربوا على الحيط ودرسني ابارامون غالي سمعنا وما حب فهمتني قال لي فكرتك هاني باش نخيبها لك. نسمعوا مع بعضنا توا غالي شنو يحكي في الغناء باش يعرف باللهجه التونسيه. يلا خويا ديمونياتو عنده جنون خويا قراح شلو تروحو قولو لولو لولو سلع زولو أي. فهمتي شنو خرج اللهجة التونسية واحد عنده جنونو والاخر شلو تروحو خويا صحيت خويا عنده جنونو قولو لولو 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 وحطو له قرفوتو في البخور معناها صورة التسامح الكبيرة اللي على تونس معناتها سمعنا كيفاش قلنا غالي والله ينورنا البرة برا ما يشوف فيك على لو كانت العرافة تحية ليه غالي باركونتر احنا تو حكينا على التوانسة اللي يعيشوا البرة اما غنيوا بالتونسي تو باش نحكيو على بلتي اللي هو رابور تونسي وكي حاو معناها وغنى بالفرنسي هذه جديدة نسمعوها مع بعض. Not bon. En fin de compte, ma femme m'a chie jackpot. J'rêve, j'rappe, j'rime, Inch'Allah, j'réalise mes rêves. Si aujourd'hui j'rappe, pas pour le rap, c'est tout, j'rêve. هي هي عام 99 راهي الاغنية اولد سكول 2002 هذه كان انت صدقت لي كان انت صدقت لي جديدة ها كان انت صدقت لي جديدة والله نعرف اما الاغنية هو ادم ليه كي تسمع الاغنية هذه مروان هو اللي ترباها بلتي نعرف اما الاغنية هذه كي تسمعها نورمالمون غياليزي نو غيف وكذا اللي حكاه بلتي في البارول هذاك توا قاعد يعيش فيه طرق بلتي معناه اللي حكاه لنا وقتها حقه ان شاء الله كذا احنا توا قاعدين نعيش وقتها عمره 22 ولا احنا تو قاعدين نشوف في السكسيه هذيك معناها ما نجمش يخرج لنا اغنيه تو ظهر قلبي 21 يقول غير زي ما غاب انا عندك 700 مليون فيو وتقول غير نهار هذاك مازال لا لا كي تحت الحيط سامحني مروان ما تخوش في خاطرك مني ولا تتغشش ايه راهو الرابور مش ديما يغني على روح ساعات يغني على شريحه معينه من الناس شريحه يا اخي تو كافو مثلا كيغني على الزطله معناها هو كونسوميا لا اي معناها بلتي كيقول لافنير نجم يكون يحكي على عبد شاب اي بالحق كافون حيته كل غنى على المخدرات وعمره ما كنتم صحيح هو قد يتبعوا فيه 700 مليون معناتها قداش يتبعوا فيه معناتها بلتي هذيك الاغنيه عملت 700 مليون ليه بالحق على كل واحد يتبع فيه ولا كل واحد يسمع فيه عمل اغنيه نتاع فقر ونتاع اوبجيكتيف دونك مش بالضروره يغني على روحه الرابوريتر مش اي واحد يغني حاجه من على روحه وكدوري مثلا ديما يغني على البنات ولو شامه مش هكاك صحيح ما يظهرش مش هكاك معناها جست هذيك ايماج تسويقيه ايوه تسويقيه صوره تسويقيه صوره تسويقيه اي يلا ايوه تو طارق المره الاخرى عدينا الرابور الصغرون دوسر اللي عمره 12 سنه هي. تغشش علينا يا خويا مش نورمال طلع ما يحبش يتفادليك انا نحب نقول له سامحني وخلنا نسمعوا شنو يحكي علينا يلا ترى كان في عصابة اي اف ام اللي كنا نحكيوا عليهم اللي قزموا في العباد انا بعد ما سمعته ينقد فيا حبيت ندخل نشوف الخدمه اللي عملها يا اخي لقيتها حاجه كاتاستروفي يا مروان ماكي انت دارك بالبلاد ما تضربش الناس بالحجر الغنيه دي عملها صبر بيعي اذا بيتك من زجاج لا تضرب الناس بحجر تحب نقول له خويا دوسر به شو به كهو اللي هي معناها راني سمعت كلامك هذه كلمه واللي نصحتني بيه باش نسمع بيه ويحضر في كلاش الكلايبه بجيره انا حضرت عليه طفل وقتها في لمن يسهر فقط دايوغ معنا محليها لا موش دوسر هذاك يوسف ودوسر انت دخلتهم بعضهم هذا جديد لا لا واحد اخر لا لا هذه غلطه فيه غلطه فيه غلطه فيه غلطه حبيت نقول لك راهو بتدخي نجم يهبط لنا اغنيه معناتها يحكي على الزوبجيكتيف نتاعه وكل ما تلقاه كيما بلتي فهمت ترجع للفيديو نتاعك هذا تعتذر منه ولدك في نوفل جينيراسيون نتاع 2040 يهبط يعدي الاغنيه كافتخار يعني اعتذرت منه حتى يلا اقتنعت شكرا كانت هذه قسمجي اليوم نتقابلوا غدوه ان شاء الله